لو كان عطاو حق المولة الملوي غادي تعاطفوا مع المغاربه كاملين، ما غاديش يلقى انتقادات نهائيا. ما كاينلاش نطلعوا من المعنويات ديال الشيخه باش بنتك صغيره تكون جالسه كتفرج حداك تقول لكم ماما علاش انت ما كنتي الشيخه، كون راه حنا لاباس علينا. الشيخه كتعتبر يعني من زمان كتعتبر الشيخه اللي هي واحد السيده اللي ما خداماش بدماغها. انا كنمشي مع الحق، هو ك يعني تكنيكمو مسلسل زوين الحمد لله. راه رمضان دايس باش ما طلع، يعني سواء بارتفاع الاسعار سواء بهادي راه دايس. وسمعت واحد الاخبار يلا مؤخرا البارح بان الحكومه المغربيه غادي تزيد من السمي، كتوصلوا ل 3500، يعني توصل السمي 3500 درهم. هذه كبدايه، هذه حاجه مزيانه. الا كانوا غادي يزيدوا في الاسعار وغادي يزيدوا في الخلصه ديال يعني ديال الموظفين وديال المواطنين، وهذه مزيانه. ولا كانت شي حاجه يديروا واحد الدعم بالنسبه للخواص، الناس اللي عندهم مثلا كريصات ديالهم اللي تبيعوا الحوايج هكا في المدينه، اللي كيديروا شي مشاريع ديالهم اللي هي خاصه بسيطه مثلا باعات متجولين. يعني خاصنا نشوفوها هكا ونشوفوها هكا، يعني الموظف يستافد واللي ما عندوش يستافد، وتكون شي حاجه وتكون شي حاجه اللي هي ريزونابل. دابا حكمتيني دابا بهذا، هذه هي الغفله بدون موعد. ونهضروا على هو شو انا نهضر الهضره ديال المواطن وديال السينمائي وكاع لي كوتي. يعني الا جينا نهضروا صراحه، هو سيناريو زوين ياك، قصه مزيانه، غير لو حب هذاك وكانت تكون سينمائيه كانت تكون احسن، ويزيد يدير فيها الفاظ يعني ويزيد يخدم عليها يغرقها سينمائيا. ولكن كالتلفازه ما كاينلاش نديرو تشجيع على هذه، لحقاش نهضروا بصراحه الشيخه كتعتبر يعني من زمان كتعتبر الشيخه اللي هي واحد السيده اللي ما خداماش بدماغها، ما خداماش بشحال من حاجه، كتمشي كتشطح يعني. وحنا حنا الديانه ديالنا الاسلام راه باينه، راه كتحرم شحال من حاجه، وتيقول لك اللي فضح يتستر. يعني راه شحال من وحده كتكون شيخه في دربكم وتتعرفهاش كامل تستقلاش حتى الخبار. يعني ما كاينلاش نطلعوا من المعنويات ديال الشيخه باش بنتك صغيره تكون جالسه كتفرج حداك تقول لكم ماما علاش انت ما كنتيش الشيخه، كون راه حنا لاباس علينا وماما كذا وعلاش انا ما نكونش الشيخه. يعني هاد المواضيع هادو حنا كنفرضوهم. التلفازه شنو كدير التلفازه؟ كتفرض عليك واحد الموضوع، راه هي مات كورونا فاش كتقول لنا التلفازه غسلوا يديكم وعقموا، راه كان المغرب كامل تيمشي يغسل يديه ويعقم. كون كانت التلفازه تقول لك عقم يدك بالتراب، راه غادي تقول عندها الحق التلفازه، قالت لنا عقموا يديكم بالتراب. يعني التلفازه شنو كتعتبر؟ هي التوعيه. كون عندها تاثير سلبي، هو كدراما كفيلم، كون كان يكون مثلا هو كمسلسل، كون كان يكون فيلم فيكسيون بهذا الموضوع هذا وكيعالج هذه الظاهره هذه، ويكون سينمائي، راه انت اللي كتمشي للسينما. راه السينما راه غير محدوده ويمكن لك تهضر في مواضيع كثيره، ولكن التلفازه كتعتبر هي عائليه. دونك التلفازه كتفرض عليك دوك المواضيع، انت كتدخل التلفازه كتكون جالس حتى كتلقى راسك، حتى كتلقى واحد لا بوبليسيتي، حتى تلقى واحد لا سيغي، انت هي اللي كتفرضها عليك، ماشي انت اللي كتمشي لعندها. دونك بحال اللي غادي نقارنهم مع البحر الا مشيتي غادي تلقى بنات لابسين دو بياس، انت اللي غادي تمشي للبحر باش تشوفهم. الا كنتي جالس بقهوه وداز وجلست حداك وحده لابسه دو بياس وانت مع العائله ديالك غادي تحشم. فعلى عكس الا كنتي انت في البحر وشفتيها، راه نورمال انت اللي مشيتي لتما للبحر باش تشوفها. كنقولوا عيد مبارك سعيد للمغاربه كاملين، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، الله يدخل عليهم بالصحه والسلامه بطول العمر ان شاء الله، ونبقاو نشوفوهم جميع يعني نتلاقاو مره اخرى في عام اخر بطول العمر ان شاء الله بصحيحه وبالرزق ان شاء الله والتيسير، وبلادنا الله يجعلها ديما تبقى الفوق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.